ننتقل للحديث إخواني الكرام عن المبحث الأول في هذا الكتاب، وهو عجائب القلب. شرف الإنسان وفضيلته التي فاق بها جميع الخلائق هي مع قدرته واستعداده لمعرفة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يتميز عن غيره بأنه يمتلك عقلا وقلبا واعيا، بهذا القلب يستزيد من معرفة الله عز وجل ويترقى في مدارج المعرفة درجة فوق درجة. وهذه المعرفة معرفة الله عز وجل ومعرفة صفاته سبحانه وتعالى ومعرفة منعكسات صفاته على الكون، هذه المعرفة هي سر جمال الإنسان وسر كمال الإنسان وتميزه على غيره من الكائنات. وبهذه المعرفة يحق للإنسان أن يفتخر وأن يرفع رأسه، وبهذه المعرفة ينال الإنسان أو يهيئ الإنسان عدته ليوم القيامة. وما هي الأداة التي يتوصل بها الإنسان لمعرفة الله عز وجل والترقي في مراتب المعرفة؟ هذه الأداة هي القلب أو العقل. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: شرف الإنسان وفضيلته التي فاق بها جملة أصناف الخلق استعداده لمعرفة الله سبحانه وتعالى. هذه المعرفة هي في الدنيا جماله وكماله وفخره، وهي في الآخرة، يعني هذه المعرفة، عدته وذخره. وإنما استعد لمعرفة الله عز وجل بقلبه لا بجارحة أخرى من جوارحه. فالقلب هو العالم بالله، وهو المتقرب إلى الله، وهو العامل لله، وهو الساعي إلى الله. طيب، ماذا عن بقية الجوارح؟ العينين، الأنف، الأذن، الفم، بقية الجوارح. قال: والجوارح ما هي إلا أتباع وخدم وآلات يستخدمها القلب ويستعملها استعمال المالك للعبد واستعمال الراعي للرعية والصانع للآلة. فالذي يتقرب من الله هو القلب، وهو الذي يسيطر على الأعضاء ويسيرها وفق هواه. القلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله، وهو المحبوب عند الله إذا صار مستغرقا بالله عز وجل، وهو المحجوب عن الله إن استغرق بغير الله عز وجل، وهو المطالب وهو المخاطب وهو المعاتب، وهو الذي يسعد بالقرب من الله فيفلح إذا زكاه الإنسان، وهو الذي يخيب ويشقى إذا دنسه الإنسان ودساه. فهو المطيع لله في الحقيقة، والذي ينتشر على الأعضاء هو نور القلب أو سواد القلب. القلب هو المطيع لله، وهو العاصي المتمرد على الله. الإنسان عندما يتقرب إلى الله أكثر فأكثر فأكثر يمتلئ قلبه بنور الحق، وينتشر من قلبه هذا النور إلى جميع جوارحه. وإذا كان القلب منطمسا بعيدا عاصيا متمردا على الله عز وجل، سرد ظلم اسود هذا القلب وأصبح فوقه أران من كثرة المعاصي والحجاب عن الله، سرى سواده إلى جميع الأعضاء. يقول الغزالي: وهو العاصي المتمرد على الله، وإنما الساري إلى الأعضاء من الفواحش آثاره، وبإظلامه واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساويه، إذ كل إناء ينضح بما فيه. الإنسان إذا عرف قلبه وطهره فقد عرف حقيقة وجوده في هذا الكون، وعرف حقيقة نفسه. وإذا أهمل قلبه فقد أهمل نفسه. يقول الغزالي: أكثر الجاهلين هم الجاهلون بقلوبهم وأنفسهم.
لذلك معرفة القلب وحقيقة القلب وأوصاف القلب هو أصل الدين وأساس طريق السالكين. فالذي يعرف قلبه ويعرف كيف يطهر قلبه من الأخلاق الذميمة، ويعلم كيف ينور قلبه بأنوار القرآن والسنة، هو المطيع حقا والسالك طريق الحق. بعد ذلك ينتقل الإمام الغزالي ليتحدث عن بعض الكلمات والمصطلحات الواردة في القرآن الكريم والتي تحمل معاني متقاربة. الكلمة الأولى كلمة القلب. القلب يطلق على معنيين: المعنى الأول الكتلة اللحمية الصنوبرية الموجودة في التجويف الأيسر من الصدر، والتي هي مركز جهاز الدوران الدموي في جسم الإنسان، والتي تضخ الدماء إلى جميع أنحاء الجسم. وهذه الأداة إذا توقفت عن عملها مات الإنسان. هذا المعنى الأول للقلب. المعنى الثاني هو لطيفة روحانية ربانية تسكن هذا القلب الجسماني، فهي جزء من الروح. الروح تلبس الجسد من الأعلى إلى الأسفل، وتنتشر الروح في جميع ذرات الجسم وتسيطر عليه. جزء من هذه الروح المسيطرة على القلب، والتي هي مركز المشاعر والأحاسيس، مركز الغضب، مركز الحب، مركز الرضا، مركز الإيمان، مركز الكفر. هذه اللطيفة المسيطرة على القلب هي القلب الحقيقي، وهو المقصود بالخطاب في نصوص الكتاب والسنة، وهو المقصود تهذيبه وتنقيته في كتابنا هذا. إذن هذا المصطلح الأول. المصطلح الثاني الروح. الروح لها أيضا معنيان: المعنى الأول بمعنى الحياة المنتشرة في جميع أجزاء الجسم، والمنتشرة في جميع العروق والأعصاب والشرايين في كل الجسم، هذه نقول فيه روح، يعني حي. المعنى الثاني للروح هو الروح العالمة المدركة في الإنسان، وهي التي تتقرب إلى الله أو تبتعد عنه. يقول الله عز وجل عن حقيقتها، حقيقة الروح: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وهو أمر عجيب رباني تعجز أكثر العقول والأفهام عن درك حقيقته. اللفظ الثالث العقل. المعنى الأول للعقل يطلق على الجزء الدماغ الذي يسكن جمجمة الرأس ويسيطر على جميع الأعصاب في الجسم، وينقسم إلى فصوص، وكل فص أو فص مسؤول عن عملية، فالفص الخلفي مسؤول عن عملية الإبصار، والأمامي عن الإرادة والإدراك والأحكام الإرادية، والصدغي مسؤول عن السمع والنطق وما إلى ذلك. فهذا العقل من حيث المفهوم المادي. الحقيقة الثانية للعقل هو الروح التي منها تصدر الأوامر والتوجيهات لجميع أعضاء الجسم للقيام بعمل أو الإحجام عن عمل. وغالبا ما يكون هناك توافق بين مفهوم العقل والقلب، فإذا أطلق القلب أريد به العقل، أو العقل أريد به القلب، هو أمر روحاني، هو مصدر المشاعر وأيضا مشاعر والأحاسيس، وهو مصدر الإلهام ومصدر الأعمال الإرادية. المصطلح الرابع وهو مصطلح النفس. النفس أيضا لها معنيان: المعنى الأول نفس الإنسان ذاتيته والتي تمثل عنه غضبه وشهوته واندفاعه نحو نيل ملذاته، هذه أمور النفس.
المعنى الثاني هو قال لطيفة، هي نفس الإنسان وذاته، وحقيقة الإنسان هي نفسها. بعض العلماء قال هي نفسها الروح، وبعضهم قال هي ذاتية الإنسان أو المحركة لجسم الإنسان، وهي التي تصدر عنها رغباته وشهواته. وقسمها الشرع إلى 3 أنواع. النفس هذه إذا كانت متمتعة بأوصاف الكمال، طائعة لله عز وجل، متقربة إلى الله عز وجل بوجوه الطاعات، سماها القرآن النفس المطمئنة. وفي ذلك يقول الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذا كانت هذه النفس غير مندفعة في الطاعات، وإنما متذبذبة، ولكن تقاوم الشهوات وتدافعها وتعترض عليها، وإذا قام الإنسان بالخطأ عاتبته نفسه فقام وسارع إلى تصحيح الخطأ، هذه النفس أدنى مرتبة من النفس المطمئنة، وتسمى النفس اللوامة، لأنها تلوم صاحبها على التقصير في عبادته لمولاه. وفي ذلك يقول الله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. المرتبة الدنيا للنفس، النفس المندفعة في الشهوات، والتي لا تدع لذة ولا شهوة إلا انغمست فيها، ولا تدع لذة وشهوة ومعصية إلا خاضت فيها، وهي نفس مبتعدة عن الله عز وجل، وهي النفس الأمارة بالسوء، فهي التي تسيطر على صاحبها وتدفعه إلى عمل الموبقات. يقول الله تعالى: وما أبرئ على لسان امرأتي العزيز، في سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء.